طلابي الحلوين، اليوم اجانا زائر جديد وحرف جديد اسمه حرف الك. شنو حرفنا اليوم؟ شنو حرفنا؟ احسنتم. حرف الك عنده ثلاث اشكال، ك اوليه، ك وسطيه، ك اخريه متصله، وك اخريه منفصله. اذا حرف الك حروف كريمه ولا حسن؟ النحسه يصير عندها اشكال؟ لا. شنو حروف النحسه؟ د والاث والا والاث والاس والاو. يا حروف نحسه. يا حروف نحسه. زين، كل حرف ناخذه ويا من نصادقه؟ من هي حروف المد يا حلوين؟ من هي مدى اسمعكم؟ او اي. الك دق الباب على الا، قال لا اذا صادقه شو يصير صوتهم الك ويا الا؟ زين، صادق الاو شو يصير؟ صادق الاي شو يصير؟ نرجع نتهجاها، كا كا عفية بالابطال. زين، من هي بناتها؟ من هي بناتها؟ كأوية الضمة، كأوية الكسرة. أحسنتم. زين، آلة التنوين من هي؟ من جميل الفتح تنوين الضم تنوين الكسر. من يحتاج العكازة؟ تنوين الفتح وين يكون؟ بداية الكلمة ولا آخر الكلمة؟ آخر الكلمة. شو نشد التنوين؟ حلوين. الك المن من اخو؟ الايه. بس شنو يختلف عنا؟ همزه بس. لا، منو قاعد بحضنه؟ كي صغيرون. الاوليه قعدت بحضنه وصار شنو اسمه؟ كي. شنو اسمه؟ كي. شنو اسمه؟ كي. زين، احسنتم يا حلوين.